عجبتني جدا في اللقطه بتاعت الصوره بتاعت الدكتور كمال درويش والمجموعه اللي قاعده في الصف الاولاني ورئيس نادي الزمالك قاعد في الصف الثاني. دي صوره بتقول لك قد ايه في انكار ذات داخل نادي الزمالك. مش فارقه مين بيعمل ايه دلوقتي. احنا كلنا او كل ولاد الصوره يا شباب او كل ولاد النادي اللي بيشتغلوا دلوقتي مش شرط يكون في وظيفه او متعين رسمي بيحب نادي الزمالك بيحاول يساعد في اي حاجه ممكن تتعرض. ففكره ان طارق مرشح او محمد مرشح او احمد او اي اسم مرشح احنا بنشاور في نادي الزمالك عنده سكاوتنج تيم بيراجع على الكلام ده كله وبيتفرج على اللعيب. صوره عظيمه قد ايه صوره يعني اللي قدام ده الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق جنبه الاستاذ محمد التريبل والاستاذ هاني شاكر المطرب العظيم الزملكاوي ورئيس النادي قاعد ورا نائب رئيس النادي قاعد ورا. دي بقى منتهى انكار الذات. انت بتكرم رموزك وبتقول للناس ده المثال الحالي لنادي الزمالك الحقيقي. ده الشكل اللي احنا كنا منتظرينه. انا الصوره لفتت نظري بشكل كبير جدا ولفتت نظر ناس كتير قوي. انا مش جاي هنا ككابتن حسين لبيب ان انا اخد الشو اخد اللقطه مع ان ده وقته النادي بتاعي الله ينور مع ان ده وقته لا ده احنا كلنا ولاد نادي الزمالك بنخدم نادي الزمالك.